عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توجور معكم كوكي كوافير اي استيتيك. الدرس تاع اليوم واش هو تحتاجوه بالبزاف يعني في حياتكم اليوميه ولا في الدومين تاع التجميل او يعني اللي يكونوا دي ماكياج يخدموا به. واش هو؟ راح نعطيكم الطريقه كيف تخدموا فيكساتور مثبت الماكياج، ونعطيكم الاستعمالات تاع هذا المثبت يعني كيفاه تثبتوا به وكيفاه فاش تستعملوه. يعني عنده عده استعمالات وتحتاجوه بالبزاف، يعني بغيتي تكوني حلاقه او غير حلاقه دائما تصيبيه. دونك واش هما المكونات اللي نحتاجوهم؟ انا جبت هنايا قرعه هكا بخاخه يعني فارغه كما راكم تشوفوا، هذه ديجا كانت فيكساتور قديمه كانت عندي، يعني تباعوا هذه القارورات يعني البخاخات. تحتاجوا ماء ورد، تحتاجوا ماء مقطر، يعني من الاحسن يكون ماء مقطر لشيرت ماشي يكون ماء حنفيه، يعني مقطر وقيسينو طبخوا ثوما الماء، حكموا الماء طبخوه مليح 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 مده يعني باين لكم ماء مقطر ونظيف، وخلوه يبرد من بعد استعملوه. ونستعملوا الجليسيرين او زيت الجليسيرين، هذا جليسيرين نباتي. دونك هذه بالنسبه للمكونات، هذا الطالك حطيته غير زياده وخلاص. اش راح ندير البنات؟ شوفوا اش راح ندير. راح نحكم قاروره هذه كما راكم تشوفوا، وندير الماء، ندير نص القاروره نعمرها بذاك الماء المقطر، يعني ندير نصف كميه ماء، يعني راني نشوف باسكو القاروره سوداء، نصف قاروره ماء كما راكم تشوفوا مقطر، ونصف ماء ورد داكوغ لي في. دونك كما راكم تشوفوا يعني لازم تكونوا حذرات كما راكم تشوفوا، نزيد يعني بيكون هناك تساوي صافا كما هكا. هذه بالنسبه للماء ورد كما راكم تشوفوا لي في. اش راح ندير دروك؟ كاينه حاجه البنات تبغوا تخدموا زوج، تبغوا تخدموا وحده. اللي عندها كما نقولوا البشره تاعها لابو غراس يعني دهنيه وتزيت بزاف، اش تروحوا ديروا؟ ديروا ثلث او ربع قطرات من الجليسيرين فقط. واذا كانت عندك لابو تاعك ناشفه تروحي ديري 6 قطرات من زيت الجليسيرين، يعني سينون ديري ربعه استعمليه يعني كلتا النوعين تاع البشره. يعني من الاحسن يعني في الشتاء الا خدمتوه في الشتاء، مع اللي شتاشتو عندنا البرد الجليد يعني لابو تنشف، يعني ديروا حتى 5 قطرات نورمال ما عليكم والو، يعني يرطب لكم. دونك انا اش راح ندير؟ شوفوا البنات يعني انا هنا قطرات تاعي صغيره. دونك هذا حده، اش راح ندير؟ ها هو ليكم كيما راكم تشوفوا، خلطوه يعني ديجا زيت الجليسيرين يذوب في الماء كيما راكم تشوفوا لي في. دونك ها هو ليكم اصبح واجد. دونك البنات هنايا تقدروا تزيدوا كاينه حاجه واحده اخرى، يعني اللي تبغي تزيدها تزيدها مليح لها، بالذات لك كتستعملها الروحه. راكم تشوفوا لي كابسول هذوك تاع الفيتامين او اللي يجوا شفافين يعني ترانسبارونت، تجي لا كابسول راهم يتباعوا، تقدروا تشروها وتحلوها وتفرغوها هنايا في هذا البلاره او القاروره تاع ماء الورد، مليحه لا فيتامين او بالذات يعني للبشره، توحد لون البشره، يعني عندها فوائد عظيمه، يعني كل وحده حره دير واش حبت. هذه بالنسبه لطريقه صنع الفيكساتور او مثبت المكياج. دونك نقول لكم فاش تستعملوه شيرات. دونك دروك نحكي لكم على الاستعمالات تاعو البنات. هو ديجا يعطي كيما نقولوا حنايا يعطي نظاره للبشره وحيويه للوجه، يعني ويعني ويفيكسي لو ماكياج، يعني يبقى لنا لو ماكياج مده اطول. يعني تقدروا تخدموا قرعه كيما هكا وترفدوها في لي ساك تاعكم، وبالذات مليح يعني كي تكون الشمس ثاني في الصيف لي بغيولي غيتو. ديجا ماء الورد والزيت الورد يعني معروف انه يفتح البشره ويبيضها وينحي لي بغيولور، يعني ينحي دوك الحرقات تاع الشمس. ايضا ثاني الاستعمالات تاعو البنات، خطرات شفتو شعورنا يتخبلوا شعرك حصل فيه شعره، رشي شويه على الشعره وسلكيها، يعني تسلك لك بطريقه يعني جد جد سهله وما تخافيش. ايضا للماسكارا، مرات نشرو ماسكارا ونخدمو بها تنشف تيبس، كي تنشف لك الماسكارا يعني زيدي لها وما تخافيش. اللي حنا نقولو لها عندنا في الجزائر الغسيل، كي ينشف لك الغسيل زيدي لها وخلطي، يعني ديري يعني تجربي بالبخه بالزوج بثلاثه، يعني حتى اللي تحسي كيما نقولو لا تيكستور يعني القوام تاعه مليح.
دونك كاين ثاني دي كريون دي فوا الكريونات البنات هادو كيما نقولوا حنا قلم شوف تعيو في طراسو ما يطراسوش اش تروحوا ديروا طبخوا يعني على الكريون دقيقه تشوفوا شوفوا البنات ها شوفوا يولي حتى الكحله الكحل والجل ايلينر شوف شوفوا ليفي جيسبر راكم تشوفوا يعطيكم شغل كيما نقولوا حنا تركيز اكثر يعني لون غامق اكثر يعني كاع في الكريون كاع في الكريونات او في القلم الكحلي ولا مش عارف كيف يقولوا له في العالم العربي ايضا تقدروا تستعملوه يعني كاين واحد لي بواط هكا صغار يجوا تاع الجيل ايلينر تاع بودره الحواجب تاع كامل هذوك تقدروا ديروهم وتزيدوا بصح البنات كاين اللي ينشف لهم تروحوا تزيدوا ديريكت في كيما نقولوا في العلبه ما تزيدوش اش ديروا من الاحسن انا بور ما ديروا في البانسو اللي بتخدموا به يعني في الفرشات ترشوا فيها ومور اللي ترشوا فيها تروحوا ترفدوا وبالذات اللي عندهم لي باليت البنات كاين اللي عندهم لي باليت لي بيغمون تاعهم ما يشدوش لي بيغمون تاعهم ماشي شابين هذه لي بيغمون تاعها شابين شوفوا يعني بمجرد اني رفدت بصبعي شوفوا يعني لي بيغمون الصبغيات شوفوا كي شابين كاين اللي لي بيغمون تاعهم ماشي شابين انا نقول لكم شيره تشديروا روحوا رشوا البانسو على سبيل المثال اعطيكم ها ترشوا البانسو وتروحوا ترفدوا اعطيكم على سبيل المثال هنايا نيكيد راكم تشوفوا في هذا الباليت ما تروحوش ترشوا ديريكت هنا يخسروا لكم البنات مع افورس ترشوا ترشوا تشمخوه يبس يولي لكم حطبه تروحوا ترشوا في الفرشات تحكموا على سبيل المثال اللون هذا ولا نروحوا لهذا لي غيزي شوفوا يعطيكم ديجا لون غامق وتركيز كبير شوف شوف شوفوا راكم تشوفوا يدي ماهيش تبان هذا وين راني نشوف باللي راه تبان يدي شوفوا يعطيكم تركيز جد جد عالي دونك هذه بالنسبه حتى لا بودغ تاع الحواجب ماشي غير لي باليت وماشي غير لي فارا بوبيير يعني اي حاجه تكون شغل يابسه ولا نشفت ديروا في البانسو وما ديروش نقول لكم في العلبه تاع المنتوج باسكو يزيد يبس لكم ويخسر لكم يعني هنا الشغل نتوما ترطبوا وترفدوا بالذات اللي عندهم لي باليت تاعهم ما يرفدوش الالوان غايه يعني يزيد يعاونكم المثبت ويفيكسيكم بطريقه يعني رهيبه دونك هذه ثاني شغل يعني طريقه يعني كيفاش تستعملوا المثبت اكثر وفاش تحتاجوه ثاني كيكون لو ايلينر ناشف ولا عندكم لو جيل ايلينر شوفوا بار اكزومبل كم طراسيتو ايلينر وعوجتوه اش تروحوا ديروا لي في تروحوا تحكموا كوتون تيج كيما راكم تشوفوا هكا رشوا في الكوتون تيج يعني تكوريجو به بالذات اللي ما يطراسوا الايلينر عوج الايلينر بزاف اللي يطراسوه عوج اش ديروا تروحوا تنحوا كيما هكا يطراسي لكم ينقي لكم ها شوف طراسوا به تنقوا به داكوغ هذه بالنسبه للايلينر يعني كي يكون ناشف ولا كي تبغوا تنقوا به الايلينر ها يعني نزيد نوريكم اكثر يعني هنا مش محتاج غايه مي دروك صافا شوفوا شوفوا تبغوا كاع تمحوا به ماشي مشكل دونك ولا تكون يكون عندكم ان بانسو سبيسيال يعني تبغوا تنقوا به اخدموا به ماشي مشكل ايضا البنات نستعملوه كمزيل للماكياج خطرات يعني تروحي عند خالتك تباتي تكوني خاطره ما تكونيش راه بدلو لي دي ماكيون تاعك ما تصيبيش الصابون يديرونجيك الماكياج ديري فيه قطنه كيما راكي تشوفي وتوجور البنات خضوه يعني هكا خلطوه قبل ما ديروه على الزبونه ولا على وجهكم شوفوا تستعملوه كدي ماكيون شوف ينحي كلش ما يخلي والو شوفوا لي فيه او ميم طون يرطب ما عندوش اثار جانبيه يعني مرطب شوفوا لي فيه ينقي علامه شو الاستعمال تاعه البنات يعني روعه دونك اش نزيد نفهمكم يعني ديجا ماء الورد يعني معروف انه ينحي هذوك لي زانفلاماسيون يعني هذاك الحب هذوك البثور يعني الحبوب اللي نوضنا ينقص من تهيج البشره يعني يعطيها حيويه يعطيها نظاره يعني بطريقه رهيبه ما نحكي لكمش وتولي لابو تاعكم بالك شتو كي ديروه حتى في نيتواياج دو بو تستعملوه يعطيكم انتعاش كي اللي يديروه في الليل يغسلوا وجوههم ويديروه قبل ما يرقدوا دونك ان شاء الله يكون عجبكم الدرس تاع اليوم واستفدتوا منه يعني وهذه هي يعني الطريقه تاع الفيكساتور يعني كاع في لو موند كيف يخدموا المواد اللي يتكون منها الفيكساتور هذه هي لي في اش نقول لكم اللي عجبها الدرس ولا الموضوع دير لي جيم يعني فضلا وليس امرا
وشكرا لكم لي في يعني اللي راكم ناشطات ويعني شكرا على الدعم نتاعكم المعنوي ولا بالبارطاج ولا ميرسي بوكو بالدعاوي، شكرا لكم على الكلام الحلو اللي كيفكم. دونك شنقول لكم تهلاو لي في رواحكم، والدرس القادم ان شاء الله ان شاء الله شكون نجيب لكم فكره تستفادوا منها، يعني مليح لكم في جيبكم ومليح لكم في خدمتكم، توجور ما نخرجوش على الكوتي تاع لاكوافور اي لي ستيتيك. تهلاو لي في رواحكم، السلام عليكم.